الأستاذ فريد مدرس شاطر جدا، لأن عنده ضمير في شغله بيفضل واقف يشرح الدرس بالساعات. وفي يوم من الأيام حس بتعب بسيط في ظهره، في الأول أخذ مسكنات والتعب خف، لكن مع الوقت لقى إنه بيسمع في الظهر كله وفي الرقبة كمان. بسرعة قرر إنه لازم يشوف الحل وإنه لازم يتعالج في ألمانيا. جه عندنا كونزلمد كلمنا وشرحنا له كل الوسائل الممكنة للسفر، وكمان عملنا معاه مكالمة مع الخبير الألماني، وفعلا سافر وعمل العملية في أقوى جامعة أوروبا. وكان هناك فريق من كونزلمد لازم ليه طول وقت الرحلة يساعده في اللغة وتخليص الإجراءات الورقية. بعد العملية وفترة التأهيل رجع لشغله طبيعي زي الأول وأفضل. كونزلمد أول منصة طبية للاستشارات الأونلاين من ألمانيا.